صغير كثير كنت أحب ألعب الحارة، خاصة الألعاب زي ثلاث خشبات، زي السبع بلاطات، كثير كنت أحب ألعب فيه وأنا صغيرة مع أولاد عمي، مع خواتي وإخوتي. البني آدم دائما بحب يرجع لطفولته، فإحنا كمعلمات بساتين إذا يمكن هاي فرصة لإلنا إنه إحنا كمان لما بنلعب مع الأولاد إنه بنرجع لطفولتنا. كيف بنلعبها هاي اللعبة؟ يلا احكي لي يا صلاح. احكي صلاح. وقف واحد غضب، وقف واحد هون. اها، بنبلش نمشي نشوف مين بغلق. فرجينا كيف بيمشي. بفحجات كبيره ولا ايش؟ كبيره. اجر قدام اجر، اه، واللي بيدعس على الاجر الثاني هو اللي بيغلب. صلاح انت بدك تكون الغطا. مين بده يبدا؟ انا. الطنجره عاده بتبدا. حضر حالك صلاح. طنجره. حكينا مع بعض أنا وخلود شو في حاجة، يعني عنا كل سنة إنه على إيش بدنا نشتغل إحنا هاي السنة. بالصدفة كان في مشروع إنه ينعملنا مساحة مخصصة لهيك إشي، وبلشت المشروع هيك يتطور شوي شوي، ولما جهز المكان إحنا بدينا الشغل. حكينا مع الأهل ودعينا الأهل. بالضبط، يعني أخذنا أفكار من الأهالي، صاروا الأولاد يجيبوا من البيت أفكار أي ألعاب يحبوا يلعبوها، أي ألعاب كانوا يلعبوها وين صغار. كمان أشركناهن بالمسار تبعنا. مين غلاب؟ أنا. شربل غلاب. ليه غلاب شربل؟ عشان تعزي تعجلي. أها. لما الواحد بيعمل شغلة مرات بتوصلش للكل، بس هذا المشروع وصل للكل. قدرنا إن نعلم الأولاد ألعاب كمان حسب المهارات تبعتهن بدون ما يحسوا. كلياتهن لعبوا، كلياتهن تمتعوا، وإحنا كمان تمتعنا كتير. بيتر بدي يلعب اللعبة معك وهو بيعرفهاش. تقدر تشرح له إياها؟ إذا بقى على الحجارة أنت لازم إني الحقوك، وأنت لازم إذا طبت عليك الطابة بتطلع برا. نركبوا كلين ولازم نمين عليهم. إحنا بنخسر وهم شرعوا وهم بيغلبوا. واللي بيخلص شو بقول؟ طب خلصنا اللعبة نروح الغد، وهذاك الفريق بيجي محلنا. اللي بخبط الطابة في يوم؟ بطلع لبرا، بس تخلص اللعبة بيجي وقف محلنا. بيتر فهمت للعبة؟ حابب تلعبها؟ يلا. حابب؟ يلا. بدل ما تروح. إسا دور بيتر. بيت. اوبا يلا. جوانا برا عم تمشوا بالطابة، ممنوع تمشي بالطابة، تذكروا. ريان ممنوع تعمل لك بالحجارة كمان مرة. عجل بيتر، عجل. لحظة، وقفنا اللعبة. انت مش مسموح لك تكب الحجارة للفريق، هذا بسموه غش، وعادة اللي بغش بيطلعوه من اللعبة او بخسر او فريقه بيخسر. مزبوط. شو رأيكم نعمل بما انه غش؟ نعيدها وهداك نحسبه الطق، يعني انه انتو غلبتوا. لا 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 لا.
يعني مش محسوب هداك الطاق. موافقين؟ وإسا نتفق اللي بده يغش بده يطلع أو بخسر فريقه. يلا نعيدها. يلا يلا أبا نهزمه نهزمه نهزمه. الروح الرياضية بننتبه إنه قديش لحد إسا حتى في الملاعب الكبيرة قديش الصعب بالظهر على الإنسان إنه يخسر. بس إذا منبلش نعودهم من إسا إنه الأولاد عادة في بيوتهم كتير قليل الناس اللي بتعود أولادها على القوانين اللي هي متبعة برا. لما إحنا منعلمهن على القوانين واحترام القوانين إحنا من مساعدهن منساعدهن إنه يتأقلموا في الحياة وينجحوا كمان. قربنا جوانا قربنا قربنا قربنا. أنتوني وماجد ضد بعض، اتفقتوا مين بدي يكون الاكس ومين بدي يكون الاو؟ متفقين انتوا وانت ماجد؟ الاكس. انت شو بتعملي يا هزار؟ بسجل. وبتسجلي النتائج؟ انا الاو. طب يلا واحد. شو صار هون؟ شهد لها واحد. انا غلط. كم مرة صرتوا لاعبين؟ ثلاث مرات. يعني قديش بعدنا كم مرة؟ بالمرتين بيصيروا قديه؟ بيصيروا خمسة. وفي كتير أشياء تعليمية مرقت إحنا كأهداف كنا حاطينها. يعني إحنا في كل فرصة بيطلع مفهوم حسابي شو منلفت النظر إله. مثلا بلعبة الإكس أو خط أفقي خط عمودي خط مائل والولاد حتى بتشوفين هنا عم بيلعبوا بذكروا هي الكلمة. نعيد نجمع النتائج مين غلب اللي غلب هو مربوط في الرقم الأكبر أكبر أكبر أصغر. يعني كمان مفاهيم من الأول من الثاني من الثالث اللي ممكن اللي أكيد تعلموها عن طريق اللعب اللي علمنا هنيا. شو صار معكم هون شاهد ولمار؟ شاهد اللي غلب. ليش؟ ثلاثة. لمار واحد. وليه يعني اللي ليه اللي جاب ثلاثة هو اللي بربح واللي جاب واحد هو اللي خسر؟ مش فاهمة أنا. لأن الثلاثة أكثر من الواحد. سعد الله محلاكي. إيه هو ربح. يعني مش فاهمة. فهموني أكثر. هي واحد. هذول أربعة. أربعة إيش؟ صفر. أها. هذول اثنين صفر وكلهم هذول ثلاثة صفر. يعني أنتوني قد نتيجته؟ قد أنتوني نتيجته؟ هو نتيجته ثلاثة وهو واحد. يعني مين اللي غلب؟ هو. أنتوني. خلصت اللعبة؟ آه. ماجد، مالك أنت زعلان؟ لا. فكرتك زعلان. اها احنا قلنا حكينا. انتوني قول له. قول له احكي له لماجد. نقدر نلعبها. شهد. تعال. يا شهد. نقدر نلعبها كل يوم. لما العب شهد ثلاثة.